طب ايه الحديث اللي هندرسه مع بعض النهارده في اسم الله الرزاق؟ من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا طعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه، ايه اللي يحصل؟ وغفر له ما تقدم من ذنبه. انا مش عايز اقول لكم الدين ده جميل قوي، الدين ده حلو. عارفين لما نوصل لاولادنا جزئيه ان انت لو عملت كده ربنا هيغفر لك، لو بس قلت الحمد لله كلت طعام ما تناول طعام الا وقال الحمد لله رزقني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنب. طب من لبس ثوبا بقيه الحديث فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر. حديث صحيح على فكره. يبقى أسباب المغفرة بتاعة الذنوب إن أنا أشكر ربنا على نعمة، فلازم تشوف النعمة وتعرف إن الرزق هو ربنا اللي رزقها لك واحمد عليه. حديث جميل جدا نحفظه نكتبه لأولادنا كده ويبقى ده بنتعلق، ده حديث الأسبوع بتاع اسم الله الرزق الرزاق. الحديث الثاني اللي هنحفظه مع اسم الله الرزق الرزاق هو حديث توكل الطير. توكل عليهم ازاي؟ توكل الطير على ربها ازاي؟ حديث عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخذوا خماصا وتروحوا بطانا، راح الصبح معدتها فاضيه وراجع مليانه وشبعانه الحمد لله. الحديث ده مش معناه ان الانسان بقى يقعد عن العمل او يسيب الاسباب او انه يكتسب من عمل، لا، وبعدين بقى ينتظر من ربنا، ما هو ربنا توكلت عليه، لا غلط، يعني لازم ناخد بالاسباب، ده مش المراد من الحديث، لكن لازم الانسان يبذل الاسباب. اثر الايمان باسم الله الرازق الرزاق، وده الدرس الاول اللي احنا هنتعلمه. هنتعلم ايه؟ لما انا اقول ايه اللي هيعود عليا؟ ازاي اتعبد باسم الله الرازق الرزاق؟ وركزوا معايا في الكلام ده. اول حاجه ودي اهم حاجه في الاسم، التوكل. التوكل على الله اول شيء هنتعلم، زي الطيور كده ما توكلت بس خدت بالاسباب وطارت وراحت كده. كنت حكيت لكم قصه مره عن الامام الشافعي والامام مالك. الامام الشافعي بيقول اللي ياخد بالاسباب، يعني احنا ناخد بالاسباب، لولا ان الطيور خدت بالاسباب ومشت وطارت ما كانش ربنا رزقها. والامام مالك قال والله هي لولا توكلها اصلا ما رزقت. فجت واحده طلبت من الامام ان هو يساعدها في الايه، انه يشيل يعني قصع التمر يعني، فشال معاه وكده، فاعطته حفن التمر الجزاء ما شلت يعني. فجه قال له شفت لولا اني ذهبت ما كنتش جبت التمر. قال له وانا قاعد قدام لولا اني توكلت جالي الحد. فالاصل ان احنا بنجمع ما بين الايه، ما بين الاثنين. اول حاجه هنتعلمها في اسم الله الرزاق التوكل، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الرازق، مش حد تاني، وتوكل عليه بكامل قلب، يزداد بقى ثقة ويقين. فما توكلش ابدا الا على ربنا سبحانه وتعالى. انت عارفين مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا يا جماعة ان احنا في مجتمع مادي مليان فلسفة مادية، والكل متعلق بالاسباب والنتائج بتاعتها، ونسينا ان الاسباب دي ما هي الا وسائل، وان رزقنا اصلا في السماء، وقد خلاص قبل الرزق مقدر اصلا من قبل اصلا اقدمنا ما تقدم على السبب او كده. لا، هو الرزق مكتوب، بس محتاج ان احنا نتوكل وناخد بالاسباب كأنها ولا شيء زي ما شرحنا قبل كده. لكن احنا بننسى ان حتى الاسباب دي نفسها هي رزق من ربنا سبحانه وتعالى بيسوقه الينا، هي الاسباب وغيرها ربنا بيسوقها الينا علشان نعرف نتوكل عليه، لكن احنا نقلنا اليها وتعلقت قلوبنا بيها، وده الغلط. فاول شيء عشان نحقق الايمان باسم الله الرازق الرزاق ان انت التوكل تسعى في اخذ الاسباب كأنها ولا شيء ودون الاعتماد عليه، ثم تتوكل على الله سبحانه وتعالى وكأنه كل شيء وكنش فيه اسباب اصلا. يا الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال لا كن فيكون.